لأجلك يا حبيبي سوف أعاني، من دونك يا حبيبي العمر فاني، خوف ظلم كره غدر حتى الجنون. لا حدود، أنت الدنيا في حياتي، أنت كل ذكرياتي طفولاتي والأحزان. لا حدود، لا حدود عني غرامي، من أجلك سأموت يا حياتي وأعيش، من أجلك سأموت. إذا ما هو قرارك؟ انتهينا وانتهى ما بيننا، انتهى كليا. هكذا بهذه البساطة انتهى؟ يجب أن يحصل هذا، وسبق أن منحتك التفسيرات كلها. لا ماريا، لقد منحتني المبررات كلها، وهذا يختلف جدا. كل المبررات إلا واحدة، أعني أنك لا تحبينني. لما لا تعترفين بذلك؟ لا يمكن أن تتحدث جديا، لطالما أقسمت بأنني أحبك. كيف ماريا؟ بوضع جانبا كل ما يحلو لك ذلك، بأن تفضلي فرناندو علي. لا تنكري ذلك، منذ عدنا نلتقي وأنت تطلبين منح الوقت لفرناندو، لا تريدين إذاء فرناندو. خورخي يحب فرناندو وفرناندو يطاردني. من تحمين هنا ماريا؟ الشخص الذي خدعك؟ الغبي الذي فصلني عن ابني منذ ولادته؟ هذا ما فعله وما زال يفعله، فهل تسمحين له بذلك؟ لا ينقص إلا مكافأته بالعودة إليه لتشكلي مع ابني عائلة جميلة وسعيدة أيضا. ليس لفرناندو أي علاقة بهذا كله أنطونيو. لا أريد الحديث عن فرناندو، بل أتحدث عنك وعن قلة شجاعتك، لأنك تطلبين الانفصال عني وحدك كما تبعدينني عن ابني. كان على وشك الموت ولم أستطع شيئا، هل تعرفين لماذا؟ لأنك لم تأذني باقترابي. أرجوك أنطونيو، اهدأ، تبدو كالمجنون. نعم أنا كالمجنون، هل تعرفين السبب؟ لأني ما عدت أتحمل، لأني تحملت كل آلام رؤية ابني هناك دون أن أستطيع التعبير عن محبتي له، لأنك لم تجد أنه من المناسب إبلاغه الحقيقة. لهذا السبب، لهذا نراه هناك. اعذرني أنطونيو، ولكن ابني أولا، فهو أهم مني ومنك معا. لما لا تكفين عن استخدام خورخي درعا لك وتعترفين بالحقيقة ماريا، الحقيقة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى افتراق شخصين. قولي إنك لا تحبينني وسأرحل مباشرة. لا بأس إن أردت سماع ذلك لتبتعد. إذا فاسمع جيدا، ما عدت أحبك. لا بأس، فهمت. وإن أردت أن أنساك فسأفعل. واسمعي جيدا، فلا أنت ولا فرناندو ولا أحد سيبعدني عن ابني، لا أحد. أحبك أنطونيو، أحبك. أحبك. صباح الخير. صباح الخير فيرونيكا، هل السيدة فرانشيسكا موجودة؟ نعم نعم، أظن أنها في مكتبها. لا تعرف كم يؤسفني إلغاء هذه العملية، ولكن ابني يمر الآن في ظروف صعبة. وتذكر اتفاقنا، يجب ألا يعلم أحد أني وراء إلغاء هذا القرض.
شكرا لك سيد إتشاغورين. ومن فضلك أبلغ السيد مندس، لا تنسى ذلك. نعم سيدي. هكذا إذا فرانشيسكا، أنت من حول المبالغ إلى حساب الخاص، أليس كذلك؟ لا أحد أبداً يحصل على الأرقام السرية إلا أحد أصحاب الشركة فقط. هذا صحيح، أحد أصحابها، قد يكون أنطونيو وراء ذلك. قولي لي، لماذا يودع 1,000,000 بيزوس في حسابي من فضلك؟ لما لا تخبرينني أنت؟ أليس صحيحاً أن بينكما علاقة؟ ألم تركما أندريا تتبادلان القبل بحرارة في مكتبه؟ نعم، كانت بيننا علاقة، حتى فرقت بيننا، ألا تذكرين ذلك؟ هذا مجرد نموذج بسيط لما يمكن أن أفعله بمن يخذلني عزيزتي. أنت من فعل ذلك إذن؟ أنت من أجرى التحويل؟ لنقل إنه، عليك العناية أكثر بجهاز الكمبيوتر خاصتك. أنا لا أصدق أن هناك شخصاً عديم الولاء مثلك، ولكني الآن فهمت كل شيء. ليس والدي من أبعدني عن أنطونيو، بل أنت فرانشيسكا. الجائزة الكبرى. أي فتاة ذكية أنت ديانا، أدركت الآن أني لم أخطئ في التعاقد معك. ها؟ ولكنك تخطئين، لأني لن أدعك تستغلينني بعد اليوم. بل سوف أستغلك متى أردت ذلك. وإن قمت بعمل ضدي أقسم إنك ستندمين. لا داعي لاستيائك، سوف تمرضين. فيرونيكا، أريد التحدث مع أنطونيو. عذراً لكنه لم يأتي، لابد أنه في المستشفى. هل من جديد؟ نعم، لقد وجدوا ابنه، ولكن حين ذهبوا لاستلامه خرج مسرعاً فصدمته سيارة. يا إلهي، وكيف حاله؟ ما بلغني هو أن حالته دقيقة، تلقى ضربة على رأسه. أنتظر اتصالاً من المهندس حتى أطمئن منه، ولا أظنه سيأتي الآن، لابد أنه محطم. شكراً. محطم توماسا، هذا هو شعوري، محطم. وهل اختفت مشاعر حبك نحو ماريا بناي؟ لا لا توماسا، ما زال حبها هنا، لكنه يؤلمني جدا جدا، وأحتاج إلى انتزاعه بأي وسيلة كان. لا بني، لا أعرف ماذا أقول، كيف أواسيك؟ ليس هناك ما يقال، لم يبقى إلا أن أقتنع بأن ماريا لا تحبني. الحب لا يختفي بين ليلة وضحاها، طالما أحبتك ماريا وما زالت تحبك بني. بين التحدث عن المحبة وإثبات هذه المحبة هناك فرق، ولم تثبت ذلك. هذا هو الفارق بين مشاعري ومشاعر ماريا. تحملت ما لم يحتمله أي رجل من أجلها ومن أجل ابني. لا يمكن أن أضمه بين ذراعي لأقول إني أحبه وإنه من صلبي. اسمع بني، كثيراً ما سمعت بأن حب الأم هو الأقوى والأكبر في العالم، ولكني ما أشعر بقوته هو حب الأبوة لديك بني. شكراً توماسا، شكراً. والآن سوف أودع ابني. لا تيأس. أؤكد أنه سيتحسن. تعرفين لماذا؟ لأن لديه أبوين سيبقيان معه ويحبانه، ولن يتركاه وحده، حتى إن ملامحه أصح مني. ماذا تفعل هنا؟ ليس لك ما تفعل هنا. لي حق أكثر منك بالبقاء. لهذا رحل ابنك عن المنزل، ابنك أنت، كان على وشك الموت، لما لا تسلم بأنه ذنبك أنت؟ فرناندو، إن أردت إيجاد مذنب فلما لا تبدأ بنفسك؟
فرناندو، أرجوك أرجوك. خورخيتو، أريدك أن تعلم جيدا ما أحمل في قلبي، لكني أدرك حاجتك للوقت، وعليك أن تكبر لتدرك أني لم أشأ أن أسبب لك الأذى، وريثما تكبر سأكون هناك أتتبعك باستمرار، تأكد من ذلك. أبي، أنا أريد أبي. بابيتو. نعم بابيتو، أراد اللص قتلي. لا بأس، لم يعد هناك لص، وعلم أنني لن أدع هذا اللص أبدا يقترب منك ثانية، لأنني لن أبتعد عنك لحظة واحدة، مفهوم؟ لن أدعك. إلى أين سنذهب؟ كما أخبرتك، إلى عملي. هل ستدعين مجدداً أمام خوسيه أني ابنه؟ لا جوني، اسمع، سنرحل من هنا، كرونادو مجنون ولا أريده أن يؤذيك، لننصر. حسناً. إلى أين ستذهبين؟ أي سؤال هذا؟ طبعاً إلى العمل. إلى العمل؟ اقترب. ما رأيك؟ هل تخدعني؟ كورونادو، دعك منه، سأخذه معي فقط لطمأنة خوسيه. لا، تلمسي ذراعي لوسيلا. تذكرت الآن أن الغبي خوسيه ألدانا جاء لزيارتي بعد أن تعقبك. ليس هذا ذنبي. إذن لا داعي للخوف، أليس كذلك؟ هل تألمت؟ لم يؤلمه، كما أن مشكلة الطفل قد عولجت، صحيح؟ هل تألمت؟ لم يؤلمك، كما أحسن معاملة ابني من تخونني، صحيح جوني؟ هل تألمت؟ كورونادو، لم يسبق لي أن خنتك. شش. بل قمت بكل ما طلبته مني. إذن لا تقلقي جميلتي، اذهبي إلى العمل ودعيني أعتني بابنك جوني، سأعتني به جميل. لا 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 لا، اسمع، لا أشك بك، ولكنه سوف يكون بعناية أفضل مع أمه، لهذا سوف أخذه. ودعا. هل تألمت؟ لم يؤلمك. لم يؤلمني، بل تألمت. تألمت كثيرا. ماما، ماما. ماذا يجري ديانا؟ انظر، ما هذا؟ تلك الشنطة، فرانشيسكا كورتيس. ولماذا؟ لماذا برأيك؟ ادعت ذلك لتجعلني أسيرتها، لأني رفضت القيام بعمل قد يؤذي أنطونيو. حسناً، تحدثي معه. لم يصل بعد، ابنه في المستشفى، صدمته سيارة لحظة إنقاذه، ولا أعرف بعد ماذا سأقول له. هل قام أحدهم بالتحويل من حاسوبي؟ وإن المبلغ أصبح في حسابي؟ ألن تعيدي إليه النقود؟ طبعاً سأعيدها إليه، ولكنها ليست مسألة النقود وحدها، بل سمعتي. أنا مديرة إدارية وقد عينت رغماً عنه. مارتين، كم أنا غبية، دخلت إلى فم الذئب وهذا هو مصيري. أسيرة فرانشيسكا، والأسوأ أنها تستغلني. وماذا ستفعلين؟ كما أفعل دائماً،
سوف أواجه هذه المشكلة. وأنطونيو انصرف؟ لا، المسكين كأنه روح مشردة، لقد دفع الحساب وإلا سيصعب إخراجه من هنا. كيف ابنك؟ إنه مضطرب ولكن بخير، ما زال متأثرا بكل ما جرى. توماسا، أنت تعرفين كل ما يحصل. أنت وخوسيه كنتما تقولان شيئا حين اتصل خورخي. أطالبك الآن جديا بأن تخبريني. تكلمي توماسا، إن لم تتكلمي الآن فستصبحين شريكة لفرانشيسكا وكورونادو. السيدة فرانشيسكا هي التي تصدر الأوامر لكورونادو وخوسيه. أرجو أن تشرحي لي ذلك. اكتشف خوسيه أن لفرانشيسكا علاقة بكورونادو، لهذا تهدده. جاءت بامرأة تدعي أن لها علاقة بخوسيه. لماذا؟ تقول المرأة إنها أنجبت منه وستخبر هيلينا إن لم يطع. أصبح خوسيه يعرف أشياء كثيرة ابنتي. يا إلهي، لهذا يرفض الكلام. فهمت الآن لماذا تصر فرانشيسكا على بقاء خوسيه في الشركة، طبعاً بتوكيل من هيلينا. توماسا، قولي لنا، ما هي علاقتك بالذي يحدث؟ ذهبت لمواجهة فرانشيسكا ولكني لم أستطع شيئاً لأن البائسة هددتني أيضاً. كف عن الأذى فرانشيسكا، هذا يكفي. سأذهب الآن لرؤية أنطونيو وسأخبره بما ستفعلين بالمسكين خوسيه وأسهم ابنتك الوحيدة هيلينا. هذا واضح سيدتي؟ اسمعي جيدا قبل انصرافك توماسا، دعيني أذكرك أولا. تذكري أني أعرف جيدا أين تسكن ابنتك، واعلمي أني لن أخبر السلطات بذلك، فلا يهمني إرسالك إلى السجن. أما إن فتحت فمك يوماً فسأرسل فوراً من يتخلص من ابنتك. هذا ما أجبرني على الصمت خوفاً من أن تقتل ابنتي. لقد كنت جمانة مريّة، أوشك الطفل على الموت بسببي. سامحيني ابنتي، أرجوك سامحيني. وما الجدوى من مسامحتك إن لم تخبري أنطونيو بما يحصل؟ توماسا، أخبريه بذلك، دعيه يعرف الحقيقة. لا أستحق المغفرة من الرب يا إلهي. صباح الخير سيدي، كيف حال ابنك؟ بخير، كما أنه زال الخطر كليا. شكرا فيرونيكا. أنطونيو، يسرني تحسن الطفل. شكرا. أعرف أن هذا ليس بالوقت المناسب، ولكن أريد التحدث معك، هل تسمح؟ نعم، تفضلي بالدخول. ما الذي بينهما؟ لا أعرف سيدة أندريا، ولكن إن سألت عن حال المهندس فحالته أفضل لأن ابنه لم يعد في خطر. أي أنه ما زال حيا؟ نعم، من حسن الحظ. أنطونيو، أريد إبلاغك بمسألة لن تعجبك. إذن لا أريد سماعها. ولكنها تتعلق بالشركة. اسمعي أرجوك ديانا، في هذه اللحظة من حياتي لا يهمني شيء ولا حتى الشركة. ولكن لماذا؟ ألم تقل لي إن الطفل بخير؟ نعم، حمداً لله أصبح بحالة أفضل. إذن إن كان بخير وليس هناك مشكلة، سوف تتزوج ماريا، إذن كل شيء بخير. لا لا ديانا، انتهى ما بيننا كله، هذه المرة سنفترق نهائياً. بدل تسكعك المجنون، ابدأ العمل، هناك أشياء كثيرة.
أرجوك اعذريني فرانشيسكا، ولكني لا أركز في العمل كثيرا حين أسمع أنباء سارة. وما هو النبأ السار؟ إن ابن أنطونيو وماريا ما زال حيا، وهو لم يعد في خطر. كل الأمور قد تعقدت. لا أصدق، لماذا؟ أزيد ابتسامتك السخيفة هذا، فإن وقعت في ورطة فسوف تقعين أيضا، أتفهمين ذلك؟ كيف جوني، ما عدت أتحمل هذه الفوضى على الإطلاق. حسنا، هيا سأذهب لأشاهد التلفاز. حسنا. أين زوجتي؟ إنها تجري تمارين الأيروبيك. لما؟ هل نارك حامية؟ بل سأشعل النار فيك وسأقضي عليك نهائيا أيتها البائسة. ما الذي فعلته بك خوسيه؟ ماذا فعلت لي؟ لقد أفسدت حياتي، أجبرتني على تنفيذ أوامر المجنونة حماتي. تدعين أن ابنك مني أنا؟ دخلت إلى منزلي ثم أصبحت بعد ذلك عشيقة كورونادو. أنا لست عشيقة هذا البائس المغفل. لا تدعي أرجوك البراءة، أعرفك لوسيلا. عذرا على ما سأقول، ولكنك أكثر نساء حقارة في الوجود. لا تحدثني هكذا. لا تحاولي، وإلا لا تحاولي. دعني وشأني أيها السافه. أنا أقسم إني لو تأكدت من طيبة فرناندو وعدم إيذائه لابني لتنحيت، لتركتهما يسعداني، ولو مت من شدة الألم. لكنه ليس هكذا، إنه تافه مجنون، لا أصدق أنه سيتولى خورخي مدى الحياة. ولكني لا أفهم أنطونيو، هل تظن أن ماريا قد تعود إلى فرناندو أم ماذا؟ وإلا لماذا انفصلت عني؟ لماذا يتصرفان كعائلة واحدة دون اكتراث بأحد؟ بعد خروج خورخي سيعودان إلى حياتهما السابقة، لأعود أنا كما كنت دائما وحيدا. لا أنطونيو، لست وحدك. أنطونيو لست وحدك، لا تقل هذا أرجوك. أضعتها وأضعتهما معا. ولكنك لم تفقد الأمل بعد. لا أعرف أي أمل. أرجوك أنطونيو، فالحياة مستمرة ولديك مشاريع وهناك شركة ستحرص عليها. هل تسمعني؟ أشكرك ديانا، ولكني لم أكن متأكدا من اعتمادي عليك، ولكنك هنا. شكرا، إن هذا يعني الكثير لي. أنطونيو، تأكد أنه يمكنك الاعتماد عليه مهما جرى. أنطونيو، لا تنسى ذلك. شكرا. أليس لديك ما تقوله خوسيه؟ ماذا أقول لك؟ ماذا تريدين أن أخبرك؟ سوف أغادر سيدتي. نعم، أفضل انصرافك. أمي دعيني أشاهد التلفزيون، فالعرض رائع جدا. كيف جوني، هيا. دع هذا، ريثما يشاهد ابنها التلفزيون. اسمعي أرجوك حبيبتي، لا تتخيلي شيئا، ليس ما تظنينه. لا أريد التفكير به. قل لي ماذا كنت تفعل مع الخادمة. حبيبتي، ولكن لا أصدق أنك تقوم بهذا. هل أنت على علاقة بالأسيلة؟ أرجوك لا تقولي هذا. لا لا، أقسم إنك تخطئين مطلقا مطلقا هيلينا، كوني متأكدة حبيبتي. لا، هذا ليس صحيحا. علاقتنا هذه أصبحت الآن بلا جدوى. لا لا هيلينا. سنعود إلى المنزل حالا.
يقول الطبيب إنك في تحسن، ولكن أنا لا أريد أن أبقى وحيدا أمي. لن تكون وحدك، سأكون معك. وهل ستكون معي أنت أيضا أبي؟ طبعا نعم، أنا أؤكد لك. إن كنا نحن ثلاثة معا لن يعود اللص أبدا ليؤذيني، وإن عاد مجددا ونحن معا فلن يفعل بنا شيئا، صحيح أبي؟ مؤكد. تأكد أنني متأسفة جدا، المهم أنه سليم ومعافى. ماذا تريدين أندريا؟ أن تعلم أن هذا يزعجني، ولا علاقة له بكرهي لماريا، فهو مختلف كثيرا. فالأمر يتعلق بطفل هو ابنك، وأردتك أن تعلم فقط أنني أتخيل مشاعرك. أنا أشكرك، والحقيقة أندريا أشك جدا في أن تقدري مشاعري. أنا أعرفك و... انفصلت عن ماريا. ماذا؟ أضعتها، هي وابني أيضا. إنها فعلا امرأة تافهة، أنا لا أصدق، لا أصدق أنها تخلت عنك أنطوني وهي بأمس الحاجة إليك. أنا من يحتاج إليها أندريا، أنا. ليس هناك شك بأنك تستحق ما يصيبك، التافهة تتخلص منك وأنت... أنت نفدت مشاعرك الطيبة، وأنا نفدت رغبتي في التحدث معك. وداعا أندريا. لكني تمنيت لو أضمه، تمنيت مواساته ليعلم أني هنا كأن شيئا لم يحدث. بل حدثت أشياء كثيرة، وأنت تعذبت ديانا. أنت لا تعرف كم يعاني أنطونيو. ولكني أعرف معاناتك أنت، والحقيقة أني لا أفهمك. وأنا لا أفهم نفسي، ولكن حاله يؤلمني. أرى في الواقع أن الأحداث تناسبك كثيرا، إن قلب أنطونيو كورتيز أصبح شاغرا. لا أظن أن قلب أنطونيو كورتيز أصبح شاغرا، فهو ليس خاليا، لأنه مليء بالأحزان، ولا أحب رؤيته هكذا، لا أحب رؤيته بهذه الحالة مارتين. تخيل أن كل ما تريد السيدة فرانشيسكا القيام به لا يقارن بهذا. تعرفين أنها لن تهادنه. ولا أنا أيضا. يفترض بي أن أحدث أنطونيو عن النقود التي ظهرت في حسابي. يا إلهي، ماذا تريد تلك المرأة؟ كيف قبلت أن أصبح ألعوبة بين يديها؟ بل هي لعبة خطيرة، هي لعبة الأطماع والسلطة والانتقام أيضا. كأنك عالقة في فم الوحش ديانا، والأسوأ أنك متيمة. أي أنهما لم يتحملا صدمة تعرض الطفل للخطر. لقد ركلته تلك المزارعة. هذا رائع، كأنها مهمة ناجحة. تلقى أنطونيو ضربة قاضية عطلت حواسه. مسكين ابني. نعم، وسوف تذهب إليه ديانا لتخفف عنه وتواسيه. لا، فإن المسكينة خارج اللعبة. فقط تخيل قوة الصدمة لأنطونيو حين يدرك وسط كل آلامه أن ديانا تريد أن تسرق وتختلس أمواله. كل شيء هنا على ما يرام. خرجت الفلاحة ولقيتها من حياة أنطونيو، وديانا تخونه الآن. أنا لا أحتاج إلا لبعض التفاصيل حتى أجعل أنطونيو يخرج بسرعة من هنا. إن أنطونيو ليس هكذا. لا تعتمدي بحياتك على رجل يتعرض لضغوط كالتي يتعرض لها أنطونيو، يصبح ضعيفاً،
يقبل بالهزيمة، سيصبح وحيدا، وهكذا سيستحق طلقة الرحمة. لدي إحساس بأنك ترين الأمور على طريقتك. طبعا أنا أرى الأمور على طريقتي، لأني أعدها على هذا النحو، وسوف تنجح عاجلا أم آجلا. المسرحية التي أعدها كورونادو مع الطفل قضت عليهما كليا، وأنا لدي الآن خوسيه كأسير مهدد ومعه أسهم هيلينا، هذا ما أريده بالضبط. وديانا أرادت التسلق على حسابي، وضعت قدما لها خارج الشركة، ولا يبقى إلا أن أدفعها قليلا بعد. أخيرا وكأني أحتفل بعيد ميلادي، كثرت الهدايا. تأكدنا أنه تورم خفيف ولن يسبب مزيدا من المشاكل، ليس هناك مخاطر. خورخيتو بأحسن حال ولا داعي للقلق. شكرا. شكرا. أستاذن. تفضل. أليس رائعا؟ بلى، تبارك الله فهو بخير. نعم، بدأت أفكر أن الأمور الآن قد تتحسن إذا عشنا. عشت أنا مع ابني وحدنا فرناندو رغم كل العوائق. أنت وابنك وأنا؟ إنه يحبك ويعتبرك أبا له، ولن أفرق بينكما. ظننت أننا قد نعود الآن نحن الثلاثة معا من جديد. لا لا، تعرف أنني انفصلت عن أنطونيو، أنهيت جانبا مهما من حياتي لأبدأ بأخرى، حياة سأكافح فيها وحدي، لن تكون سهلة ولكن حياتي كلها صعبة. الفارق هو أنني قررت ذلك، قررت بلوغ السعادة نهائيا. لذلك فرناندو لا أحتاج إلى أحد معي. مذهل، تتوقعين ألا ألتفت إليك؟ ألا يهمك شاب كاد يجن حبا بك ويضحي بحياته من أجلك؟ ليس في قلبي مكان لأي شخص فرناندو. أما أنت فتسكنين قلبي وستبقين فيه. اتصلوا من المصرف، هناك من أجرى تحويلا بمبلغ كبير. أنطونيو هو مليون بيزوس. مليون؟ من حوله ولماذا؟ حسنا، هذا ما أريد معرفته، لأن ديانا وحدها قد. ما بها ديانا؟ أنطونيو، إن لم تجري التحويل بنفسك ولم أجره بنفسي، لن تقوم به إلا المسؤولة الإدارية ديانا. لا، لن تفعل دون استشارتي. يفترض أن تكون محقاً. ما بك أمي؟ ما بك؟ ماذا تريدين من هذا كله؟ تأكدي أني لست على ما يرام. اسمع بني، أعرف جيداً أنك تمر في ظروف عصيبة جداً، ولن أدعي أشياء مزيفة، هذا شأنك وشأن مشاكلك السخيفة. أما هذا أنطونيو فله علاقة بميراث العائلة، من واجب الاعتراف بلا شك أني تعاقدت مع ديانا، ولكني أخطأت، أعترف مرغمة ولكني أخطأت. أنت محق أنطونيو، ديانا لم تكن مناسبة لهذا المنصب. لا أمي، المخطئ الوحيد هنا وسيبقى دائما هو أسلوبك في العمل، لأن ديانا قد أثبتت بأنها من البشر الذين. ديانا هي مجرد سارقة، تريد إثباتا؟ ماذا سأفعل؟ ماذا تفعلين بماذا؟ ها؟ ستبقين هنا لمتابعة ما تقومين به،
لابتزاز خوسيه وسأبقى على تواصل. وإلى أين ستذهب أنت؟ لماذا يهمك ذلك؟ دعيني وشأني. أتخاف من الشرطة كورونادو؟ لا صغيرتي، أنا لا أخاف أحدا، أريد الاختفاء قليلا ريثما تهدأ الأمور. أنت هكذا دائما كورونادو، ولكن لماذا أردت أن تخطف الطفل؟ أظن أنك لن تتردد أبدا في إيذاء جوني. أنا لن أمس شعرة منه، بل أتوق إلى لمسك فقط يا حلوتي لوسيلا. أراك لاحقا. هناك تفسير لما جرى. أريد سماعه. تحملين توكيلا لإجراء التحويلات، فأين ذهبت النقود؟ في حسابي الخاص. أحسنت، وما زلت بانتظار تفسيرك لأني لا أريد تخيل المزيد. مهلا، فأنا لاحظت التحويل في حساب المصرفي أيضا، ولن أدعك تشكك بي. قولي ديانا، لماذا تتوقعين سهولة في الحصول على أموال الشركة؟ أنطونيو، أنت مخطئ جدا. لا، أنت المخطئة في التحالف مع أمي. ظننت أن الأمور مختلفة وأني سوف أعتمد عليك. إنها مناورة وخدعة، ألا تفهم ذلك بعد؟ إنها حجة وقحة ومبتذلة، مبتذلة، ولن تقنعيني بها. لنضع الألعاب جانبا أرجوك، أريدك خارج الشركة، لأنني لا أستطيع تحمل تراكم الأعداء هنا. ولكن لست عدوة لك أنطونيو، أرجوك. لا ديانا، تبين لي أنك مجرد لصة لا أكثر. هل تظن هيلينا أنك على علاقة بالغبية لوسيلا؟ هذا صحيح. أليس هذا أفضل بكثير؟ لا تحطميني أكثر. أنت من سيحطم نفسه خوسيه. أصبحت كل الأمور هنا في نصابها، كل الأمور. سوف نوجه ضربتنا القاضية نهائيا. اسمعي أرجوك، لن أكون معك هذه المرة أبدا. هل تريدني أن أذهب إلى ابنتي المسكينة لمواساتها على السافل زوجها لترميك في الشارع؟ تريد ذلك؟ أه؟ سأخرجك من الأسماء وستدفع لي الثمن؟ ستسجل أسهم هيلينا كلها باسمي. كورونادو، وأخيراً أتيت. تبارك الرب. أنا هنا أمي، أنا هنا. هذا شيك شخصي بمليون بيزوس، وهذه ورقة استقالتي. بهذه السهولة؟ لا، لم يكن هذا سهلاً. جعلت الأمر صعباً أنطونيو، لقد جعلتني أعيش أشد لحظات حياتي صعوبة. أنا ديانا، هل أخذت أموالاً ليست من حقي؟ هل تحالفت مع أمي كي... شككت بي أنطونيو، أهنتني واعتبرتني من اللصوص أيضاً. اسمعي ديانا، أصدقك، أصدق لأني أدركت الآن أن هذه لعبة أخرى من والدتي، ولكن يجب أن تفهم. بل أفهم أنه لم يعد لدي ما أفعله هنا. سأرحل أنطونيو. ابقي ديانا، أحتاج إليك. لماذا؟ تريد بقائي لكي تتأكد من شراكتي مع أمك بانتقامها؟ اسمعيني ديانا من فضلك. فليكن، لنذهب إلى الشرطة لكي يعلموا أني خدعتك ونفذت خطة أمك، لأني مليئة بالحقد والضغينة نحوك والاعتقاد بأنك تخليت عني أنطونيو.
والاعتقاد أنه لم يعد لي سوى الانتقام منك فقط. وأستطيع القول أيضاً أني كنت أعمل ريثما تدخل فرانشيسكا جهاز الكمبيوتر لنقل المبالغ إلى حسابي. هي فعلت ذلك أنطونيو، هي أخبرتني ذلك بنفسها. ألا تصدقني؟ أنت لم تتغيري. ما معنى قولك هذا؟ أعني أني لبعض الوقت وقعت أسير المظاهر ونسيت عمق معرفتي بك. لا أذكر أنك سببت الأذى لأحد ديانا أبدا. دعيني أسألك، هل علمت أمي برحيلك؟ لا، ولن أخبرها بذلك. لا أريد حتى رؤيتها. أعرف أنها والدتك، ولكن هذه المرأة شريرة جدا. لهذا أريد بقائك أنطونيو. أنا أعتذر منك جدا، ولكن السبيل الوحيد لإصلاح ما أفسدت هو رحيلي من هنا. لا بأس، يمكنك الرحيل إذن، ولكن تذكري أن المذنبين وحدهم يجبرون على الفرار. لماذا تقول ذلك؟ إن رحلت فسأجبر على أجراء تحقيق والسير به إلى أقصى العواقب. أما إن بقيت لمساعدتي في مواجهة أمي فستحصلين على فرصة تثبتين فيها أنك تستحقين الثقة. هل هذا ابتزاز أم تطلب مني التحالف معك؟ بل أطلب منك دعم الشركة لتقومي بما تتقنين لا أكثر. لكن أنطونيو، ألا تفهم بعد؟ لقد جئت إلى هنا لإيذائك، أعترف بهذا، وقد قدمت اعتذاري قدر المستطاع، فلماذا لا تدعوني أغادر لننسى الأمر وكأن شيئا لم يكن أنطونيو؟ لأني أحتاج إلى ذوي الكفاءة هنا، والمجيء بغريب سيزيد الأمور تعقيدا. أنت تعرفين كل ما يجري في الشركة، وأنت وحدك تستطيعين معالجة ما قمت بإفساده. قد لا تصدق أنطونيو، ولكني لم أفعل شيئا قد يضر بالشركة. أنا أعرف. ماذا إذن؟ هل أعتمد عليك؟ أعتمد علي. وإن سألتك أمي، ادعي بأنك لم تحدثيني وأن كل شيء على حاله. حسنا، اتفقنا. شكرا، لأنك لم تتركيني وحيدا. في الحب ذا لا قوانين.